أنا ونبدأ هذه الحلقة بسؤال من الأخت غيمة عبر إكس، تقول: أريد أن أسأل عن وقت سنة الظهر القبلية، وإذا انتهى وقتها ولم أصلها هل أقضيها بعد الصلاة، وكذلك سنة الفجر، جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالله أسأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما وقت قضاء راتبة الظهر، تسأل عن قضائها. نعم، بعد الصلاة فيقضيها الإنسان، وهذا أرجح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر عندما فاتته، عندما طلب من أحد الصحابة في إحدى سفراته في الطريق أن يحرسهم ليوقظهم لصلاة الفجر، فنام وناموا كلهم ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأذن فتوضأ وصلى راتبة الفجر ثم صلى الفجر. وأيضا لما فاتته في غزوة الخندق وقضاها صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم منهم من يقول إذا انشغل بعذر مشروع يقضيها، ومنهم من يقول لا تقضى، والله أعلم أنها تقضى الصلاة إذا كان الإنسان لم يتعمد الترك بلا سبب، إنما جاءه ظرف أو عذر فأشغله، فيقضيها على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا فيما يتعلق براتبة الظهر. وراتبة الفجر ذكرتها في طيات كلامي، في أثناء كلامي، وأيضا أهل العلم قالوا بأنها الأفضل أن تقضى بعد طلوع الشمس. راتبة الفجر تقضى بعد طلوع الشمس، ويجوز أن تقضى بعد صلاة الفجر. لماذا الأفضل بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد 15 دقيقة، بعد 15 دقيقة من طلوع الشمس؟ لأن ما بعد صلاة الفجر وقت نهي، ولكن قضاء راتبة الفجر هذا استثناء، وهو استثناء ذات السبب، فتقضى فيصلى في هذا الوقت على الجنائز لأن ذات سبب، يصلى تحية المسجد، ركعتي الوضوء، تصلى ركعتا الطواف في أوقات النهي التي جاء فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وغيرها أيضا يسمى ذات سبب، فالذي له سبب فيجوز أن يصلى في وقت النهي، والله أعلم. أحسنت.